بسم الله الرحمن الرحيم. لاش اونفو كنتواجدو بجامعة الساحل، كنرصدو واحد المعاناة ديال السائقين هنايا. واحد الطريق اللي داروها جديدة هنايا في جامعة الساحل، كاينة بداية الأشغال ديالها، كاين بداية محتشمة. كما كيبان في الصورة عندنا وقع عملية يعني كما نقولوا ديال البداية ديال الأشغال وتوقفت، كما كيبان في الصورة الأشغال محتشمة 100%. يعني كما نقولوا بدات هاد الأشغال هادي، باقي من الآن ما كاينات والو. بالنسبة لي كنشوفو كاين آلية تما واقفين هنايا متوقفين، ولكن بعد ما طاحت الشتا وقع العملية ديال الغيص. شو معار أننا نكون باقي في قرن 21 وباقي كنشوفو هاد المناظر هادو. كان معكم لاش اونفو جماعة الساحل.